لا مجال باش نعطيو للمنافس المنافس الفرصه باش ترتفع المعنويات. اي 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 جا الهدف الاول، جا الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي. قلت هاو المطلوب، قلت هذا المطلوب، قلت هذا المطلوب. الضغط، الضغط على حامل الكره حمزه الجلاصي، حمزه الجلاصي يصعد فوق الجميع، يسدد، يشعل المدارج، تنطلق الفرحه، تنطلق الحمراء. هدف مقابل شيء. برافو. شوف العاده يا رمزي، شوف، شوف الصعود، شوف الصعود وشوف الهدف. حمزه الجلاصي يصعد فوق الجميع، يحلق فوق الجميع. حمزه الجلاصي بكره راسيه لا تصد ولا ترد في المرمى المغربي ليمضي اولى هدف المباراه ولتشتعل مدرجات اولمبي سوسا. هدف انتظرناه وانتظرته جماهير النجم الرياضي الساحلي كثيرا، لكنه الحمد لله جاء، جاء متاخر نسبيا لكن جاء في منتصف الشوط الثاني. بالفعل رمزي، وقلنا هذا مطلوب، لا بد من الضغط حتى يدخل الارتباك والارباك على مدافعي المنافس. ما نعطيهمش الفرصه باش يرتفع معنوياتهم. الضغط المتواصل يجيب الاخطاء، والاخطاء تجيب الاهداف، وهذا مسار ركنيه